تحتضن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية اجتماع اللجنة العليا للمؤتمر العالمي 16 للمنشطات الهرمونية والهرمونات المسببة للسرطان، والتي تنظمه كلية الطب في الجامعة، والذي يستمر لمدة 3 أيام. احتضرت مدينة الرياض المؤتمر العالمي 16 للمنشطات الهرمونية والهرمونات المسببة للسرطان، والذي نظمته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في كلية الطب بإسناد من الجمعية العالمية للمنشطات الهرمونية، والذي يعقد لأول مرة في الشرق الأوسط. هذا المؤتمر يعقد كل سنتين، وهو مؤتمر عالمي يعقد كل سنتين في دولة، وأول مرة يعقد في الشرق الأوسط خارج أوروبا وخارج أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. فهذا المؤتمر عالميا يعقد. جامعة الإمام فازت في أول مرة ينظم على مجال أو في منطقة الشرق الأوسط. فهو هذا الاجتماع والاجتماع 16 على مستوى جميع الاجتماعات السابقة. المؤتمر نظم بالتعاون مع الجمعية السعودية لأمراض الغدد الصماء والتمثيل الغذائي، والجمعية السعودية للأورام، ومجلس الصحة الخليجي، والهيئة العامة للغذاء والدواء، بمشاركة من أكبر خبراء العالم في المنشطات الهرمونية والهرمونات المسببة للسرطان. ويأتي هذا انطلاقا من المسؤولية التي تراها، المسؤولية العلمية التي تراها جامعة الإمام ممثلة في كلية الطب حيال المستجدات العلمية في مثل هذا الموضوع العلمي الهام. مثل ما نعلم أنه انتشار السرطان والهرمونات المسببة للسرطان في الآونة الأخيرة وزيادتها تجعل المملكة تشعر بواجبها العلمي تجاه هذا الموضوع. الجميع أكدوا على أهمية أن يصل المؤتمر إلى نتائج وتوصيات مهمة، وفتح سبل التعاون مع الجهات ذات الصلة توحيدا للجهود والوصول إلى النتائج المرجوة. لبرنامج مساء الوطن، عبد الله النصار، الرياض. والتفاصيل أكثر مشاهدينا، انضم معنا الدكتور وليد بن محمد الشجحة، وكيل كليات الطب للدراسات العليا والبحث العلمي، مدير مركز البحوث الطبية والمدير التنفيذي للمؤتمر. الدكتور وليد، أهلا بك معنا في مساء الوطن. تفاصيل أكثر عن هذا المؤتمر هل لك أن تطلعنا عليها؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله وشكرا استضافتي على في إخراج الإخبارية، ومتابعتكم لأحداث المؤتمر 16 للهرمونات المنشطة والهرمونات المسببة للسرطان الذي يعقد في جامعة الإمام، وحياكم الله. أهلا فيك، الله يحييك دكتور. دكتور، تفاصيل هذا المؤتمر لك أن تطلعنا عليها؟ المؤتمر عالمي يعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، ويهتم فيما توصل إليه من أبحاث متخصصة في مجال الهرمونات الغدد الصماء والهرمونات المسببة للسرطان، ويتناول كذلك آخر الأبحاث في بعض الأمراض المزمنة التي تخص المملكة العربية السعودية، مثل أمراض السكري وأمراض السمنة وأمراض متعلقة بالهرمونات التناسلية وبعض الأمراض الأخرى التي تعاني منها المملكة السعودية. نعم، يعني كون المؤتمر 16 دكتور ولكن لأول مرة يعقد في منطقة الشرق الأوسط كما ذكرت، هو يعني في كل عام يعقد في منطقة معينة؟ والله هو يعقد كل سنتين في دولة من الدول. نعم. وفضل الله عز وجل تقدمت كلية الطب في جامعة الإمام في تنظيم هذا المؤتمر، ودخلت في منافسة مع بعض الجهات من قبل سنتين في المؤتمر الذي عقد في اليابان في طوكيو باليابان، وتم الفوز بتنظيم هذا الملف في جامعة الإمام كلية الطب، بما عرف عن المملكة العربية السعودية في نجاحها في مثل هذه المؤتمرات، وبالذات جامعة الإمام في عقد مثل المؤتمرات العالمية، وما يوليه معالي الأستاذ الدكتور عثمان عبد الله بالخير. نعم. من الاهتمام في مثل هذه الاجتماعات العالمية، واستقطاب نخبة من العلماء المتميزين من حصلوا على جوائز عالمية في مجال الطب والأبحاث الطبية. نعم،
على كل يعني على كل في كل سنتين يكون هناك محور رئيسي لهذا المؤتمر ويكون هناك هدف أيضا، وتخرجون بتوصيات أهم ما خرجتم به في مؤتمر هذا العام اللي عقد لأول مرة في الشرق الأوسط وفي المملكة. والله من أهم المؤتمرات قضية الاهتمام في الأبحاث المتعلقة بأمراض السكري وأمراض السمنة، وكذلك في البحث عن وعلاجات للتأكد من إيجاد حلول وعلاجات تقي من هذه الأمراض التي انتشرت في جميع أنحاء العالم، وتمثل الأمراض هذه في المنطقة الشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية ما نسبته 65%. فكان الاهتمام بإعطاء مزيد من الاهتمام في هذه الأبحاث وتكاتف الإنتاج العلمي والبحثي بين جميع الدول المهتمة في هذه البحوث على تبادل الخبرات وتبادل الأبحاث والمشاريع والمشاريع المهتمة في هذا المجال. أبرز الجهات التي كانت مشاركة في هذا المؤتمر الخارجية الدولية طبعا ما هي؟ هي الجهة الرئيسية هي اللجنة العلمية المنظمة للغدد، وكذلك مركز المكتسب التخصصي الأبحاث كان من المشاركين، والجمعية السعودية لأمراض الغدد الصماء، والجمعية السعودية لأمراض الأمراض السرطان والأورام، كذلك بعض الجهات الداعمة من بعض الجهات الحكومية والجهات من القطاع الخاص في بعض الجهات بعض المؤسسات المشاركة في رعاية في رعاية هذا المؤتمر. المشاركات الدولية الخارجية دكتور، والمشاركات في جميع أنحاء العالم، شارك من أستراليا عدد كبير من العلماء، من أمريكا، من الولايات المتحدة الأمريكية، من كندا، من اليابان، من البرازيل. حقيقة هناك ما يقارب حدود 24 متحدث عالم من جميع أنحاء العالم، وكذلك في متحدثين محليين وأقليميين كذلك شاركوا في هذا المؤتمر، وهناك عدد كبير حقيقة من شارك من الجهات داخل المملكة العربية السعودية. نعم، ما هي الرؤية المستقبلية لعمل مثل هذه المؤتمرات كونها تتكرر كل عامين؟ والله هناك بإذن الله يعني لجان مشتركة بين جميع بجميع الجهات المشاركة في هذا المؤتمر بعقد ورش عمل وندوات على مدار دورية على مدار 4 شهور لمناقشة ما يستجد في هذا المؤتمر ما يستجد في هذا المجال، والاستعداد للمؤتمرات القادمة بإذن الله، وسيكون حقيقة هناك طاقم كامل مشارك من قبل كلية الطب بجامعة سليمان في مثل هذه المؤتمرات والاستفادة منها، وكذلك عقد توأمة مع بعض الجهات ومراكز الأبحاث العالمية في هذا المجال، وبإذن الله واستقطاب بعض المتحدثين العالميين والعلماء في نقل الرؤية البحثية في إلى 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 جامعة الإمام كلية الطب، وبإذن الله إن شاء الله هيكون كثير من الأوراق العلمية المشتركة بين الباحثين في كلية الطب جامعة الإمام والجهات العالمية الحاضرة هذا المؤتمر. نعم، دكتور وليد بن محمد الشكحة وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحث العلمي، مدير مركز البحوث الطبية والمدير التنفيذي للمؤتمر، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.